بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. نكمل موضوعنا اليوم، أو موضوعنا اليوم استكمالا للـ pressure of the body، موضوع ضغط الجسم. موضوعنا اليوم بالتحديد هو عن transmural pressure across blood vessels، اللي هو الضغط الجداري عبر الأوعية الوعائية أو أوعية الدم. المقصود هنا بأوعية الدم اللي هي الأوردة والشرايين والشعيرات الدموية. ميزة الأوعية الدموية أنها أوعية أو جدران مرنة، ممكن نقول أنها ميولة لعملية الانضغاط والارتخاء أو الانبساط. الآن البريشر، طبعا الجدار الوعائي بتحمل شد لحد معين، و إذا زاد الشد عن هذه القيمة ممكن يصير عندنا بيرست، يصير عندنا انفجار للشريان الدموي، وهذا أو للوعاء الدموي، وهذا بحدث في حالات ارتفاع ضغط الدم العالي جدا اللي ممكن يؤدي إلى تمزق بعض الأوعية الدموية. الآن كترانسمورال بريشر اللي هو الضغط الجداري بي تي بيساوي بي اي ماينس بي اي، اللي هي الـ output pressure minus الـ input pressure، فهذا بيكون الضغط على الجدار نفسه. إذا الـ output pressure ناقص الـ input pressure، الضغط الخارجي ناقص الضغط الداخلي. الآن إذا زاد الضغط الجداري، هو بصير في عندنا عملية توسع للأوعية الدموية وزيادة في قطر الوعاء الدموي، وهذا بيحميه من عملية التمزق، وهنا فائدة مرونة الوعاء الدموي. الآن كيفية، قلنا أنه الضغط الجداري أو الضغط على جدار الوعاء الدموي يؤدي إلى وجود أو حدوث tangential tension، اللي هو الشد المماسي اللي بيحدث عندنا، وهذا اللي بنقدر نحسبه من خلال العلاقة اللي موجودة أمامنا هنا، إنه الشد المماسي حسب معادلة لابلاس بيساوي الترانسمورال بريشر في الضغط في نصف قطر الداخلي على سمك الجدار، في نصف قطر الداخلي للجدار للوعاء الدموي على سمك الجدار. فلاحظوا حتى يصير يظل عندنا التنشن متوازن، بوجود ضغط معين لازم يكون في عندنا توازن ما بين نصف القطر وسمك الجدار، بمعنى انه كل ما زاد نصف قطر الوعاء لازم يزيد سمك الجدار. فلذلك بنشوف الأوعية الدموية اللي انصاف اقطارها كبيرة لازم تكون سماكتها كبيرة، واذا كانت انصاف اقطارها صغيرة بتكون سماكتها اقل، حتى يصير في عندنا بالانس للتنشن او للشد اللي موجود اللي موجود في الدم. الان the blood flow conditions in the cardiovascular system، شروط جريان الدم في الجهاز دوران الدم. اول شيء من خلال معادلة الاستمرارية بنعرف انه خلينا نقول معدل الجريان، نسميه الفلو ريت، الفلو ريت معدل الجريان ثابت في الأوعية الدموية، يعني ما في عندنا شيء بيزيد ولا شيء بينقص، بما انه المائع اللي موجود هو انكمبرسبل، غير قابل للانضغاط. فهون في عندنا اللي هو الفلو ريت اللي هو فاي، اللي بتساوي V average متوسط سرعة الدم في A اللي هي مساحة مقطع الوعاء اللي بيمشي فيه الدم، ومساحة المقطع طبعا نعرف اللي هو مساحة نصف قطر دائرة اللي هو أو عفوا مساحة دائرة اللي هو المقطع العرضي للأوعية الدموية، اللي يساوي باي في R تربيع، طبعا R هو نصف قطر الوعاء الدموي اللي هو نصف القطر الداخلي للوعاء الدموي. فهنا باختلاف أنصاف الأقطار مهما كان نصف القطر لازم يكون عندنا الفلوريت ثابت، لازم يكون عندنا الفلوريت ثابت.
لاحظوا أنصاف الأقطار تعني لي أنه المساحة قاعدة بتزيد أو بتقل. يقاس اللي هو الفلو ريت إما بالمتر تكعيب لكل ثانية أو سنتيمتر تكعيب لكل ثانية، حسب النظام العالمي لوحدات القياس هو متر تكعيب لكل ثانية. فالفلو ريت اللي هو بيساوي المساحة في السرعة يكون قيمة ثابتة، بمعنى إنه المساحة لو جينا لهذا الأنبوب اللي متغير مساحة المقطع أو أنصاف الأقطاع، المساحة في A أو مساحة A في سرعته في A هي نفسها مساحة B في سرعته في B هي نفسها مساحته في C في سرعته في C وهكذا. إذا هون المساحة أو خلينا نقول الفلو ريت ثابت، المساحة ضرب السرعة ثابت، وهذا من خلال معادلة الاستمرارية. الآن هذا شو بيعني لي؟ إنه كلما قلت المساحة زادت سرعة، كلما قلت المساحة زادت سرعة المائع اللي موجود فيه، لأنه هنا في عندنا السرعة تتناسب عكسيا مع مربع نصف القطر. طيب لكن لو جينا في الواقع عندنا the maximum average flow velocity in aorta اللي هو متوسط السرعة العظمى لتدفق الدم في الشريان الأورطي اللي هو أكبر شريان في الجسم من 20 إلى 30 سنتيمتر لكل ثانية، بينما في الكابيلاريز الكابيلاري مش اللي هي شبكة الشعيرات الدموية السرعة تصل إلى 3% سنتيمتر لكل ثانية. إذن الواقع يخالف النظري. النظري بيقول لي حسب معادلة الاستمرارية، بما إنه معادلة الاستمرارية بيقول لي الفلوريت ثابت، معناته كلما زاد نصف القطر كل ما قلت السرعة، والعكس يعني كل ما قل نصف القطر السرعة بتزيد، بينما في الواقع إنه كل ما قل نصف القطر السرعة بتقل، وهذا راح نوضحه لاحقا. طيب الآن نيجي ل نظام الدوران أو دوران الدم في الجسم. عندنا إحنا دورتين للدم، واللي بنسميه الدورة الجسمية أو لنظام الجسم، في عندنا الدورة الرئوية اللي هي السيستم سيركوليشن، في عندنا البولموناري سيركوليشن اللي هي الدورة الدموية الصغرى والكبرى. كنا بنعرف ان احنا الصغرى اللي هي رئوية والكبرى اللي هي لباقي اعضاء الجسم. الان زي ما احنا شايفين عندنا هنا انه الليفت هارت اللي الجزء الايمن من القلب، عفوا الايسر من القلب، هذا هو اللي بضخ لاجزاء الجسم المختلفة، وفي عندنا الجزء الايمن من القلب هو اللي بضخ للاوردة، بوصل الدم عفوا للرئتين، بوصل الدم للرئتين. طبعا الجزء الايمن من القلب مثل ما قلنا زي ما احنا شايفين بضخ الدم للدماغ، وجزء بضخ الدم لوين؟ لبقيه اجزاء الجسم المختلفه، وهذا بكون بيحمل الاكسجين والمواد الغذائيه بنقولها للجسم لخلايا الجسم، وبعدين باخذ الفضلات وباخذ ثاني اكسيد الكربون وبرجعها للقلب اللي برجع يضخن للرئتين، عشان يصير تبادل عندنا ما بين ثاني اكسيد الكربون يطلع لبرا وياخذ او يحصل على الاكسجين ويرجع مره ثانيه يدخله الى القلب. وهنا طبعا هاي المنطقه اللي بنسميها احنا منطقه الشعيرات الدمويه. هون طبعا في عندنا برجع الدم للقلب من خلال وريدين، وريد الأجوف السفلي والوريد الأجوف العلوي اللي جاي من الدماغ والجاي من الجسم، وطبعا لا بيدخل للبطين الأيمن عبر الوريدين الرئويين، عبر الوريدين الرئويين، وبيطلع عبر الشريان الأورطي اللي هو أكبر شرايين الجسم. هاي الدورات الدموية اللي موجودة عندنا. في عندنا طبعا الارتيريال اللي هي الشرايين، والفينوس سيركوليشن اللي هن دورة او خلينا نقول الاوردة. هاي الاوردة
في عندنا طبعا شيء بنسميه احنا ضغط انقباضي وضغط انبساطي. عندنا الماكسيموم بريشر، اقصى ضغط خلال دورة القلب، بنسميه الضغط الانقباضي مثل ما تكلمنا عنه سابقا، والمينيمم بنسميه اللي هو الدياستوليك بريشر او الضغط الانبساطي. فقراءة الضغط اللي بتصير مثل ما قلنا لكم سابقا هي سيستوليك دياستوليك، اللي هي ضغط انقباضي ضغط انبساطي، يعني بنقول 120 على 80 معناته 120 اللي سيستوليك و 80 اللي هي دياستوليك. الآن في أي لحظة بكون عندنا الدم أو جزء من الدم بالكابيلاريز، يعني خلينا نقول لما الدم ينضخ من القلب إلى الشعيرات الدموية، جزء من الشعيرات الدموية بتكون تعمل. يعني الدم لما ينضخ من القلب مش معناته انه لازم يصل لكل الشعيرات الدمويه لازم تشتغل، لا، هو جزء من الشعيرات الدمويه بيشتغل، وهذا بيعتمد على عمليه تزويد الاكسجين المطلوب للجزء المعين او الجزء المطلوب من الجسم، او اللي هو فور ايتش اورجن، لكل اعضاء الجسم. الان في حاله العضلات الهيكليه اللي هي سكيليتال ماسلز، يعني بيصير في عندنا عملية كونتراكشن واكستراكشن، في بيصير عندنا عملية انبساط وانقباض. الانقباض هو اللي بيعمل على عمل دايليتنج، او خلينا نقول بيعمل كنترول للدم الداخل او اللي بيدخل لمجموعة الشعيرات الدموية. فلذلك اللي هنا في انبساط وفي انقباض للعضلات الهيكلية، هي اللي بتتحكم لي بعملية توزيع الدم للجروبس، أو خلينا نسميها اللي هي الشعيرات الدموية. لكن في عندنا بعض الأجزاء بالجسم اللي هي زي بنسميها السموث ماسلز، اللي هي العضلات الملساء، سواء كانت موجودة في الجهاز الهضمي أو موجودة في السكن، هذول سموث ماسلز. هذول سموث ماسلز، يعني ليست كالعضلات الهيكليه بتكون الياف بتتقلص هي الالياف او بتتمدد. فلذلك هنا بكون الشعيرات الدمويه اللي موجوده بتتزود بشيء اسمه سفنكتر ماسلز، هاي قبل الشعيرات الدمويه او مجموعه من الشعيرات الدمويه. هاي السفنكتر ماسلز اللي هي بنسميها العضلات العاصره، هاي هي اللي بتتحكم بالدم وانتشار الدم في الكابيلاري سيستم، او في خلينا نقول نظام الشعيرات او شبكه الشعيرات الدمويه. فعندنا يعني خلينا نقول نيجي نوريكم اياها بالضبط كشكل، زي ما احنا شايفين هون هاي الشريان، وهنا في عندنا الجزء اللي نقول المتفرع من الشريان وواصل مع الشعيرات الدمويه، والشريان بنسميه ارتيريول او ارتيريول، وهنا ميتر تيريول اللي هي الارتيريول طبعا اللي هو الشريان، والميتر تيريول اللي هي خلينا نقول الشريان المتفرع اللي بيوصل الشريان الرئيسي مع الشعيرات الدمويه. الآن هاي الأجزاء، هاي العضلات اللي شايفينها ملتفة، هاي هي اللي بنسميها إحنا السفنكتر ماسلز. هاي يعني هاي واحدة ثنتين ثلاثة وهكذا، هذول بسموهم سفنكتر ماسلز. هاي انضغاطها يعني خلينا نقول أو انبساطها هو اللي بتحكم لي في عملية انتشار السائل في البنية المحيطة فيه، يعني خلينا نقول لما تنضغط بمنع السائل من الانتشار في والخروج من الشعيرات الدموية. وهنا طبعا انبساطها بيؤدي إلى انتشار السائل حول الشعيرات الدموية، يعني في الجسم اللي بصير في عندنا الموجودة فيه أو الجزء اللي موجود فيه الشعيرات الدموية. وهنا حتى يصير في عندي عملية تبادل اللي هو أخذ الأكسجين من الشعيرات، او خلينا نقول انتقال الاكسجين والمواد الغذائيه من الشعيرات الدمويه الى الاورجن او العضو،
العكس اللي هي الفضلات وثاني اكسيد الكربون الى الشعيره الدمويه، وتنقل الشعيرات الدمويه الشريانيه الى الشعيرات الدمويه الوريديه والى الوريد الاساسي وانتقاله. الان عدم وجود هذول طبعا بيعمل قلنا في الانسجه العضلات الناعمه او الملساء اللي بنسميها احنا او عضلات الجلد. الان عدم وجود هذول قلنا انه هاي اذا ما كانت منقبضه بصير في عندنا انتشار للسائل، فلذلك انتشار السائل وين؟ حول او بالانسجه البينيه ما بين الاوعيه الدمويه والعضو اللي بتكون موجوده فيه. هنا ممكن يسبب عندنا اذا استمرت عمليه الانتشار الانتفاخ السائلي، يعني احيانا بقول والله في عندنا اشخاص تورمت رجليهم، في عندنا سوائل موجوده في الجسم، هاي بتكون بسبب تلف السفنكتر مسلز. الآن بنرجع لموضوعنا. قلنا أنه في كل جزء، الآن عرفنا أنه العضلات الهيكلية، نفس العضلات الهيكلية عملية التمدد والتقلص لها بتتحكم بعملية انتشار الدم في الأنسجة، بينما العضلات الملساء والجلد الوجود لسفنكتر مسلز. الآن الأوعية الدموية والدم، وفعليا الدم ليس مائع مثالي، وبالتالي في عندنا مقاومة تكون موجودة داخل الأوعية الدموية لجريان الدم، فبنسميها احنا المقاومة vascular resistance R، vascular resistance اللي هي R، وهي تقاس بنسبة او نقول النسبة ما بين متوسط الضغط او التغير في الضغط الى الفلوريت، الى الفلو ريت في الجزء المعين من الجسم. اذا هذا هو او هي المعادله اللي بنقيس من خلالها الفاسكولار ريزيستنس. طيب الان خلينا نشوف الان الفاسكولار ريزيستنس حسب معادله بوازي فلو، فبنقول احنا انه الار بتساوي 8 ايتا في ال على باي في ار هو 4. الآن إيتا بتمثل الفيسكاسيتي اللي هي اللزوجة، وال اللي هي المسافة اللي بيقطعها الدم، وآر اللي هي نصف قطر التيوب أو الأنبوب اللي هي متواجدة فيه. طيب الآن خلينا نرجع شوية بالذاكرة للي قبل شوي قلنا إنه حسب معادلة الاستمرارية كان الأنبوب كل ما قل نصف قطره السرعة بتزيد فيه، لكن احنا قلنا بالعكس اللي بصير عندنا. الآن إذا رجعنا شوي المعادلة السابقة اللي هي R بتساوي دلتا بي على فاي، دلتا بي على فاي. الآن هنا طبعا راح يكون عندنا بعد ما نعوض بدل فاي اللي هي A في V خليها بدلالة V شو بتساوي، وراح يطلع عندك بالنتيجة النهائية، وهاي حاولوا تعملوها انتو، انه ال V راح يكون عندنا تساوي اللي هو الدلتا P اللي هو ال pressure difference على اللي هو A في R. الآن عوض محل A اللي هي باي R تربيع، وعوض محل R اللي هي 8 ايتا في L على باي في R تربيع في R قوة 4، R تربيع مع R قوة 4 بيختصر بصير عندنا R تربيع في مقام المقام، والباي مع الباي بتروح، فبصار بتطلع ال R تربيع لفوق، وفي عندنا بالمقام بصفي عندنا شو فقط 8 في ايتا في L، فهنا راح تطلع النتيجة انه دلتا بي في ار، عفوا هاي دلتا بي راح تطلع النتيجه اللي هي دلتا بي في ار تربيع، تاكدوا منها، على 8 في ايتا في ال هاي الفي. فشو معناته هاي النتيجة؟ انه لاحظوا انه V تتناسب،
فرديا مع ار تربيع بوجود الفيسكوسيتي، ها بوجود الممانعه وجود اللزوجه، في راح تكون تتناسب فرديا مع ار تربيع وتتناسب عكسيا مع الفيسكوسيتي. يعني كل ما زاد، طبعا احنا نعتبر انه الضغط ثابت، كل ما زاد البريشر عفوا كل ما زاد الفيسكوسيتي اللي هي اللزوجه بتقل السرعه، كل ما قل نصف القطر بتقل السرعه، كل ما قل نصف القطر بتقل السرعه، وكل ما زاد ايضا المسار طول المسار ايضا بتقل السرعه. وبالتالي هذا هو اللي بيفسر لي ليش السرعه في الكابيلاري مش اللي هي شبكه الاوعيه الدمويه اقل منها في خلينا نقول الاورطه على سبيل المثال، الشريان الاورطي. الشريان الاورطي نصف قطره كبير، معناته الفيلوسيتي اعتبر انه الايتا ثابته وال ثابته، الفيلوسيتي راح خلينا نقول تقل بنقصان ار وتزيد بزياده ار، وبالتالي الشعيرات الدمويه نصف قطرها صغير جدا، وبالتالي السرعات لازم تكون فيها صغيره جدا. اذا لو كان المائع مثالي وما فيش عندنا مقاومه او منع على الاوعيه الدمويه بالحاله هاي، ما راح يصير في عندنا خلينا نقول المطلوب. الان انت على سبيل المثال سبحان الله، ليش الدم لزج؟ ليش ما كان مائع مثالي؟ الدم لزوجته هي اللي خلت سرعه الدم تقل في الاوعيه الدمويه الضيقه اللي هي في الشعيرات الدمويه. الان انت بدك تبادل مواد غذاء اكسجين وثاني اكسيد الكربون، التبادل هذا بيحتاج الى سرعه بطيئه، انه يكون داخل الشعيرات الدمويه سرعته قليله حتى يحتاج او حتى ياخذ وقت في عمليه تبادل المواد الغذائيه مع المخلفات. وبالتالي هنا الحاله الوحيده اللي ممكن تبطئ سرعته في الاوعيه الدمويه الدقيقه انه يكون لزج وبنسبه معينه، وهي هي اللزوجه اللي موجوده في الدم. فمثل ما قال ربنا سبحانه وتعالى وكل شيء خلقناه بقدر، في كل شيء محسوب داخل جسم الإنسان. فلو قلنا لا سمح الله لو كان ما في لزوجة، معناته الدم راح تزيد سرعته داخل الأوعية الدموية الصغيرة، وبالتالي ما راح يحدث المطلوب اللي هو عملية تبادل الأكسجين تعالى أكسيد الكربون والغذاء ومخلفات الغذاء أو نتائج عملية العقد. شيء آخر، الآن المقاومة مثل المقاومات الكهربائية، المقاومة إذا كانت مجموعة الشعيرات الدموية اللي موجودة موصولة أو الأوعية الدموية اللي موصولة على التوالي، المقاومة بتزيد. لكن يعني خلينا نقول المقاومة الكلية بتكون مجموع المقاومات R1 زائد R2 زائد R3 زي توصيل المقاومات الكهربائية على التوالي. وإذا كانت على التوازي، إذا كانت على التوازي، المقاومة الكلية بتكون مقلوب المقاومة الكلية سواء مقلوب الأولى زائد مقلوب الثانية وهكذا، إذا المقاومة الكلية بتقل، بتكون أقل من مقاومة كل واحد لحاله. إذا تعاملها يعني بالضبط زي تعامل توصيل المقاومات على التوالي على التوازي بالنسبة للدوار الدائرات الكهربائية. هذا جدول بيمثل لي الأعضاء وخلينا نقول موقع الشريان أو الوعاء الدموي والأفرج بريشر، البلد فوليوم، الدياميتر، اللينث وهكذا، فقط للإطلاع هذا مش مطلوب مننا. لكن لاحظوا الأفرج فيلوسيتي فقط هذا اللي بدنا نشوفه، الكابيلاري هاي قديش الأفرج فيلوسيتي لها، هي وهاي مثلا الأورطة اللي هو الشريان الأورطي، هاي الافرج فيلوسيتي. فلاحظوا الشريان الاورطي الافرج فيلوسيتي له عالي 4.8 في 10 اس ناقص 1، بينما هون 1 في 10 اس ناقص 3. الان في عندنا بعض الشعيرات الدمويه موصوله على التوالي، لكن الغالبيه العظمى من الشعيرات الدمويه موجوده ان باراليل، موجوده ان باراليل كلها موصولة أو الغالبية العظمى فيها موصولة على التوازي. وبالتالي لو جينا خلينا نقول الريزيستنس فور انديفيديوال، كل واحدة منهن الريزيستنس كبيرة، لكن لو جينا أخذنا كتوتال الريزيستنس راح تكون قليلة. توتال الريزيستنس راح تكون قليلة. الآن
لو اجينا تكلمنا عن الافرج فلو فروم ذا هارت، هذا بسميه طبعا الافرج فلو فروم ذا هارت شو بسميه؟ ستروك فوليوم. شو بسميه؟ ستروك فوليوم. لك الستروك فوليوم او الافرج فلو ريت بتقول لي حجم الدم في كل نبضه ضرب عدد النبضات في الدقيقه او في الثانيه، وحسب وحده القياس اللي انت بدك اياها. يعني ممكن يكون عندنا وحده القياس بالمتر لكل دقيقه، ممكن يكون وحده القياس بالمتر تكعيب لكل ثانيه. فلو فرضنا انه عندنا ست، يعني خلينا نقول 80 نبضه بالدقيقه، وعندنا الفوليوم اوف بلاد ايجكتد 60، بقول 60 ضرب 80 لكل دقيقه، فبكون عندنا 60 مليمتر في 80 اللي هي 4800 ملي لتر، ملي لتر في الدقيقه. ممكن تحول انت الى متر تكعيب، هاي في 10 اس ناقص 6 بتحولها الى متر تكعيب اللي هي المليلتر، والمنت تحولها الى دقائق في 60، فبطلع عندنا تقريبا اقسم على 60 واضرب في 10 اس ناقص 6 فبطلع 80 في 10 اس ناقص 6 متر تكعيب لكل ثانيه. التوتال ريزيستنس، التوتال ريزيستنس ممكن تكون مثل ما قلنا انه بتساوي دلتا بي على الفاي، دلتا بي على فاي. الان الدلتا بي اللي من هون العلاقه، خلينا نرجع لكم شوي، بس هي دلتا بي على فاي. فنيجي للتوتال ريزيستنس، هي عباره عن الدلتا بي لمتوسط الضغط الطبيعي 120 زائد 80 على 2 مثل ما كنا ناخذها سابقا اللي هي 100. في طبعا الان هاي مليمتر سابق او تور مثل ما ذكرنا سابقا، فبدي احولها لباسكال بضربها 133 على اللي هي اللي حسبناها الان فاي 80 في 10 اس ناقص 6، فبتطلع عندنا 1.66 في 10 اس 8 باسكال ثاني لكل متر تكعيب، باسكال ثاني لكل متر تكعيب، او باسكال متر انفر تو ماينس 3 في سكند. اذا هاي حساب التوتال ريزيستنس، هاي هون حسبنا التوتال ريزيستنس حسب الافتراضات اللي احنا افترضناها انه عندنا الفوليوم اوف بلاد ايجكتد فروم ذا هيت بير بيت اللي هو 68 ملم، وافترضنا انه عندنا 80 نبضه في الدقيقه للشخص. الان لو اجينا للعلاقه اللي ما بين الحجم وما بين البريشر بالنسبه ل في الليفت فيرتيكال، خلينا نقول او فينتريكل، الليفت فينتريكل عفوا، الليفت فينتريكل اللي هو البطين الايسر، العلاقه ما بين الحجم والضغط بتكون كما يلي. اول شيء في عندنا حجم معين حتى لو كان القلب فارغ من الدم، في عندنا حجم معين بما انه الدم اقل من الحجم الضغط بكون صفر، فلذلك يبدا يعني اذا افترضنا انه الحجم البطين حوالي 60 ملي لتر، بظل عندنا الدم يضخ داخل البطين بدون ما يتغير عندنا البريشر، بظله صفر البريشر، بظله البريشر صفر. الآن لما يبدأ يتجاوز الستين، يعني خلينا نقول امتلأ البطين لما يبدأ للستين ويعمل عملية التجاوز، لأنه قلنا افترضنا أنه ستين حجم البطين الأيسر، لما يتجاوز الستين بصير زيادة في الضغط. الآن بيبدأ الضغط إيش؟ يرتفع، بيبدأ الضغط يرتفع. الآن ما بيقدرش أنه الضغط خلينا نقول أو الدم ينتلي أكثر من حجم معين، بيبدأ الحجم يثبت عند 100، وبيبدأ الكونتراكشن، بيبدأ عملية الانضغاط لمين؟ للدم اللي داخل القلب. فالآن الضغط ببلش يزيد عند حجم ثابت، الضغط ببلش يزيد عند حجم ثابت. ليش فائدة عند حجم ثابت؟ مشان يزيد الضغط. لو الآن الحجم بده يظل يزداد معناته الضغط مش راح يصل لمستوى معين احنا بدنا اياه. شو هو المستوى المعين اللي بدنا اياه؟ انه يزيد الضغط بحيث انه يصبح الضغط داخل القلب اعلى من الضغط اللي موجود داخل الشريان الاورطي. الآن شو السبب؟ لما يصبح الضغط داخل القلب اعلى من الضغط داخل الشريان الاورطي بيبدا الصمام،
تبع الشريان الأورطي يفتح، لأنه بصير الضغط من اتجاه القلب باتجاه الشريان الأورطي أكبر، فبالتجاه بيفتح باتجاه الشريان الأورطي حتى يبدأ الدم ينضخ للشريان الأورطي. لكن لو ظل الضغط داخل الشريان الأورطي أكبر أو يساوي داخل القلب، معناته ما راح يفتح الصمام. إذا الضغط داخل القلب بيبدأ بالزيادة حتى يصبح أعلى من الضغط اللي موجود داخل الشريان الأورطي، وبالتالي راح يفتح الصمام وينتقل الدم إلى الشريان الأورطي، ارتفاع في الضغط لغاية ما يصل الضغط إلى الماكسيمم. يعني الدم بظل ينضخ وبظل الضغط يرتفع لأنه الحجم بيبدأ يقل، لكن الدم بيظل كثير موجود لغاية ما يصل لأقصى ضغط موجود اللي هو الماكسيمم. بعدها بتبدأ إيش؟ بالنزول، الدم بصير يقل داخل الوعاء الدموي، وعندها يصبح الضغط أو بينزل الضغط بشكل سريع جدا إلى وين؟ إلى الصفر. بينزل الضغط بشكل سريع جدا عند حجم ثابت إلى الصفر، اللي هي تقريبا عند حجم 35، بكون هون تقلص طبعا احنا حجم البطين الى ان يصبح حوالي 35 ملي لتر، ثم تعود الدوره وكانها بدور في دوره عكس عقارب الساعه حول المنحنى اللي احنا شايفينه هون. الان لو بدنا احسب الفاي اللي هي الفلو ريت، او اللي بنسميه احنا قلنا الكاردياك اوتبوت، هذا بدي احسبه كيف؟ بدي احسب اللي هي كميه الدم اللي ضخها خلال او اللي طلعت من القلب في البيت هاي، في النبضه هاي، واحسب كم نبضه بالدقيقه. فهنا حسب الشكل اللي موجود عندي قديش كميه الدم اللي ضخها، اللي هو الفرق في الحجم ما بين الابتدائي والنهائي. لو افترضنا هاي 35 هون والنهائي هون 100، معناته ال 100 ناقص 35 هاي اللي هي حجم الدم اللي طلع في النبضه. حجم الدم اللي طلع في النبضه اللي هو سميناه، ارجع شوي هون، اللي هي the volume of the blood ejected in each beat. فهون قديش؟ 65 ملي لتر. ولو افترضنا انه 80 نبضه بالدقيقه، فبكون عندنا ال 65 ملي لتر ضرب ال 80 نبضه في الدقيقه اللي هي لكل 60 ثانيه، تقريبا بيطلع 87 ملي لتر في الثانيه الواحدة. هذا بنسميه الكاردياك اوتبوت، بنسميه الكاردياك اوتبوت. الان لو بدنا نحسب الشغل اللي انجزه القلب للنبضة هاي، بقول انه تقريبا هو المساحة المحصورة تحت المنحنى، هذا هو تقريبا المساحة المحصورة تحت المنحنى، خلينا نقول الافرج من هنا عندنا 100 كارتفاع، وهنا تقريبا هاي من هون لهون تقريبا 66، هاي الجزء هذا بروح مع الجزء هذا، فتقريبا بنقول انه زي الطول بالعرض 100 ضرب 66 6600 تقريبا، محسوبه بشكل تقريبي يعني. الان هذا الشغل اللي موجود هو المساحه المحصوره تحت المنحنى، طبعا بنحسب المساحه وبنعطيها اللي هي خلينا نقول البريشر بالتور او بالمليمتر زئبق، وهنا كانت بالمليلتر، فبتاخذ وحده القياس تور مليمتر، وبنحولها احنا لجول، انه نحولها الى باسكال بنضربها 133، والمليلتر بنحولها الى متر تكعيب، وبعدين تطلع هاي نحسبها وحده الجول. هاي طبعا اذا بدك خلينا نقول الباور، طبعا اذا بدنا اياها بير مينت، معناته بدك تحسب ال 80 نبضه وتحول الدقائق الى ثواني، والجول هاي 80 جول، فبطلع عندنا تقريبا 88 على 60 ضرب 80 بطلع عندنا 1.2 بالعشره واط. بنيجي للمساله اللي موجوده عندنا هنا، the velocity of blood in aorta is about 0.5 متر بير سكند، عندنا سرعه الدم في الشريان الاورطه حوالي نص متر لكل ثانيه، سرعه الدم في الشعيرات حوالي 1 بالالف متر لكل ثانيه. الان بقول لي اذا كان قطر الاورطه اللي هو 20 ملي متر، يعني تقريبا 2 سنتيمتر، ونصف القطر حوالي 1 سنتيمتر، لكن احنا قلنا الكابيلاري مش كل الكابيلاريز تشتغل،
لو قلنا قطر الكابيلاري الواحدة 8 مايكرو متر، كم راح يكون عندنا، كم شعيرة دموية راح تفتح في حالة النبضة اللي موجودة عندي هنا. الآن احنا قلنا حسب معرفنا أن الفلوريت ثابت، يعني المساحة في السرعة ثابتة، فعندنا مساحة الأورطة اللي هو خلينا نقول الباي آر تربيع، باي هاي الباي في آر تربيع اللي هي القطر عندي 2 سنتي، معناتها أنا نصف القطر 1 سنتي اللي هي 1% تربيع، والسرعة اللي هي نص متر في الثانية. هاي بالنسبة للأورطة. الآن بالنسبة للشريان، نصف قطر الشريان اللي هو زي ما احنا شايفينه 4 مايكرو متر، لأنه هذا القطر 4 في 10 أس ناقص 6 تربيع في باي، في السرعة قديش؟ السرعة 1 بالألف، 1 بالألف. الآن هذا للشعيرة الواحدة، ضرب إن اللي هو عدد الشعيرات ما نعرفش قديش، لكن التدفق ثابت. بعد ما نطبق هاي العلاقة إن بتطلع عندي تقريبا 3 بليون، يعني 3 في 10 أس 9 شعيرة دموية بتفتح بالمرة الواحدة. النبضة هاي، أو لما يكون عندي هاي السرعة في الشريان الأورطي، بكون فتح عندي أو اشتغلت 3 بليون شعيرة دموية. التربيولنت فلو بشكل سريع جدا، لما يكون الجريان اضطرابي، الجريان الاضطرابي بيحدث في حالة خلينا نقول انه تجاوزت سرعة المائع سرعة معينة. طبعا هي بشكل عام بتعتمد على الفيسكوسيتي، بتعتمد على رو اللي هي الدنسيتي، بتعتمد على الافريج سبيد، بتعتمد على نصف قطر الوعاء اللي موجود فيه. في عندنا علاقه بنسميها رينولدز نمبر اللي هو ان ار بتساوي 2 ار رو في افريج على ايتا، هاي طبعا دايمنشنلس. هاي اذا كانت اقل من 2000 بكون الجريان منتظم، أكثر من 3000 بكون الجريان غير منتظم. إذا كانت بين ال 2000 وال 3000 أحياناً بكون الجريان منتظم، وبكون أحياناً بكون غير منتظم. هذا في له شروط حدية مختلفة، يعني خلينا نقول بتعتمد برضو على الكثافة وعلى طبيعة الجدار نفسه، فما بكون يعني بكون مش منتظم، unstable بكون عندنا. احيانا يعني ممكن يصل الى لينير وممكن يصل الى تربيولنت. فاحنا المحدد عندنا اللي هو اقل من 2000 بكون جريان منتظم، اكثر من 2000 بكون، عفوا اكثر من 3000 بكون جريان غير منتظم، وما بينهما بيعتمد على شروط اخرى، ممكن يكون ستيبل، ممكن يكون، او عفوا ممكن يكون لينير، ممكن يكون تربيولنت. وهذا مثال لحساب الرينولدز نمبر. اطلعوا على المثال وشوفوا شو كيفية الحل، وإذا في أي سؤال تقدر تسألوني في المحاضرات القادمة. وهيك بنكون إحنا أنهينا الشابتر الثاني اللي هو بتعلق بضغط الجسم، والله يعطيكم العافية.